تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي امان الله. اليوم بغيت نشارك معكم وصفه جديده. مهم، هي جوج وصفات في فيديو واحد ان شاء الله. بغيت نشارك معكم السمك وطريقتي كيفاش كنقليه، ونشارك معكم واحد الوصفه ديال البطاطا ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى هي كتجي زوينه. اول حاجه عندي هنايا، مهم سمك كما كان. هذا السمك عندنا هو غير هبرة، كيتسمى الروك فيش، هبرة. المهم كل غير يشري على حساب، المهم تقدروا تجربوها باي سمك في الحقيقة. سميدة، وعندي هاد العطرية هادي، عندي هنايا الخرقوم، عندي هنايا البزار، الفلفل الاسود، عندي هنايا الثوم غبرة، عندي هنايا البابريكا اللي هي تحميرة حلوة، وعندي هنايا سكنجبير، وعندي هادي شيا سيد. شيا سيد انا غير كنديرها كتعجبني نخشيها، عرفتوها شيا سيد راه كلشي كيعرفها. وعندي هنا شويه الملح، انا ما كنستعملش الملح بزاف في الطياب، هاي باش نوريها لكم والملحه. فغادي نشد هاد العطريه، غادي نزيدها على السميده، وهي اللي غنقلي بها هي باش نقلي الحوت ان شاء الله. وها نتوما معايا، صافي هذه هي واجده عندي، غادي نخليها هنايا. السلام عليكم، رجعت لكم باش نقول لكم المقادير ديال شنو غنحتاجوا في الوصفه ديال البطاطا. اول حاجه البطاطا عندي مسلوقه، غادي تسلقوها قبل، انا سلقتها حيدتها، يلا حيدتها من الماء. المهم تقريبا هذا نص كيلو ديال البطاطا عندي. انا جبت هنايا البزار الابيض، البزار الابيض والبزار الكحل، الفلفل الاسود. انا كيعجبني نستعمل الفلفل الاسود، ما هي زعما من الاحسن في الريستورون كيديروا في هذا الفلفل الابيض باش ما كيبانش، حيت البطاطا زعما بيضاء وهذا الشيء كله اللي غادي معاها ابيض باش ما كيبانش زعما، مي انا كيعجبني يبان، ما عرفتش علاش هذا الشيء اللي عطى الله. غنحتاجوا شويه الحليب، غنحتاجوا شويه ديال الزبده، وغنحتاجوا هذا جبن كريمي فيلادلفيا تشيز، المهم كاين في المغرب. وهذا اي نوع ديال الجبن، شيدر مع اي نوع ديال الجبن نتوما بغيتو. صافي، وشي شويه شد الملحه، الملحه حيت اصلا هادو بجوج مالحين فما غاديش نكثروا الملحه. صافي، وغادي ندوزو نوريكم الطريقه كيفاش كنصيبوها. السلام عليكم البنات، رجعت معكم. غادي نبدا شعلت البوطه. اول حاجه غادي نديروها هي الزبده، قياس معلقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده، غنخليوها تذوب شي شويه، ومنين غادي تذوب غادي ننزل موراها بالبطاطا ان شاء الله. صافي بدات كتذوب، نحطها ملي غادي نهبط البطاطا خصني نبدا نعك فيها. نعك فيها، نعملها نعكها كاملة، موراها غادي نزيدو عليها الحليب ونزيد دوك الانواع ديال الفرماج ونحاول نخلطها. كنظن خصني نزيد شويه ديال الزبده، نخلي الزبده تسيح، نزيد الحليب، ندير دابا غير نص كاس وغادي نشوف. المهم طول اللي زدتها كنحاول نخلطها باش ينسجموا مع العناصر كاملين. نزيد الجبن ديالي لاطوش، نحرك. لما بغيت هانتوما شفتوها كيف بقات كتولي دابا، دوكا نضمنها صافي نعكتها مزيان،
الا دقتوها غتعجبكم. غندير البزار زي قلت لكم، غندير البزار الاسود، فلفل الاسود، وغندير شويه ديال الملحه. انا بصراحه ما كنديرهاش، كنديرش الملحه كاع غير دابا حيت معاكم، غندير الملحه. اما زعما ما كنديرهاش كاع انا ملي كنكون كنطيب، لان بجوجهم الانواع ديال الفرماج مالحين، فمن الاحسن زعما ما نديرهاش. وعينكم ميزانكم نتوما، يعني ديروا وشوفوا وغتجربوها وردوا عليا. والله الا غزاله زوينه كتعجبني انا، خاصه ملي هكا الواحد ما كيبغيش ياكل الخبز، هذه راه بلاصه الخبز. صافي غنايا في الاخر كتزيدوا واحد شويه ديال الزبده وكتحركوا وصافي، ها هي واجده. صافي هذه دابا واجده، غادي نطفي عليها ورجعت معكم هنايا باش نقليو ملح السمك ان شاء الله. صافي كنضم الزيت سخنات، يا سخنات ولا الفورس، نعم. رجعت لكم البنات الطبق النهائي ديالي كما كتشوفوا هنايا. انا قدمته مع هذه غير سبانيتش السبانخ هنايا، حيت ما عندناش البقوله بطبيعه الحال، كندير السبانخ بالطريقه ديال البقوله ديالنا. صافي السمك ديالنا هو كيجي زوين ومقرمل. وهنايا هذه الماش بوتيتو ديالي اللي قلت لكم هنايا معروفه في امريكان. صافي هذا هو الطبق ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى تجربوه السمك بهذه الطريقه وتجربوا هذه البطاطا هذه وجربوها ردوا عليا. فعلا كتجي لذيذه وزوينه، واصلا يعني مغذيه، وبلاصه الخبز راه شي حاجه اللي مزيانه. صافي الفيديو ديالي اليوم سالا، كنقول لكم شكرا على المتابعه، وكنقول لكم كنجدد الشكر ديالي لجميع المتابعين ديالي. وإلى اول مره كتشوفوا القناه ديالي، كنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ما يتردش يدير لايك وسبسكرايب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلقاني عند حسن الظن ديالو. صافي البنات والدراري، حيت انا عندي حتى المعجبين دراري، بنات الدراري كنقول لكم شكرا، وكنقول لكم فيديو ديال اليوم سهله، نقول لكم السلام عليكم في أمان الله.